بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. باسم مخيم طول كرم وكتائب مخيم طول كرم، نعلمكم إخواننا ومجاهدينا أن السلطة الفلسطينية في ساعات الصباح الباكر قامت بإزالة الحواجز الموضوعة لقوات الاحتلال، وقامت بإطلاق النار على الكتيبة والمواطنين، مما تسبب في إصابة أحد الشبان إصابة خطيرة جدا. ها هنا نحن نقف اليوم لنقول للجميع أننا لن نسكت على هذا الفعل الذي يدل على مساعدة قوات الاحتلال في اعتقال واغتيال المطاردين، وأن شباب المخيم وكتيبته لن تتهاون مع كل من قام بهذا الانتهاك الدموي، ولن نسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم، ونطالب الحكام بشرح وتوضيح ما حدث، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. إخوتكم في كتيبة الرد السريع وسرايا القدس وجند الله.